2020 رحلة وباء قدر يوقف كل أحلامنا. ومن شهر للتاني والرحلة مستمرة، وهي بدأت بالاستهتار، ومنها عدينا بمراحل كتير، يأس وإحباط وتكرار لليوم بكل تفاصيله. والاختلاف الوحيد زيادة في عدد الحالات. ومنها مرحلة من الضعف واليأس وانتظار المرض. بس لا، الاستسلام عمره ما كان من صفاتي، وياما عدى عليا اصعب من كده. ومهما تعبت او احبطت لازم اكمل. ومن اللحظه دي بدات اشتغل على نفسي. ورسالتي ليك، ساعد وفيد كل اللي حواليك، ممكن قدامك فرصة تغير حياة غيرك. وافتكر مهما طالت وقفلت عليك، أكيد بكرة في خير مستنيك.